والسعادة طبعا أمر يعني لو الناس عرفته هتحافظ عليه، بس الفكرة إن الناس بتتكلم عن حاجة هي عارفة شكلها بس مش عارفة كيفية تحقيقها، وبالتالي بتقعد تجتهد عشان توصل لها. خدي بالك إن كتير من الناس بتخلط ما بين إن أنا أفهم يعني إيه سعادة وإن أنا أحققها، وخلي بالك إن جملة كبيرة من البني آدمين ناجحين في حياتهم بس مش سعداء. لذلك أنا دايما بقول إن النجاح والسعادة هما وجهين لعملة واحدة، بس ممكن وجه واحد يتحقق عن الوجه الآخر. بتلاقي ناس حياتها مستقرة مش سعيدة، بتلاقي ناس حققت حاجات كتيرة في حياتها مش سعيدة. ويمكن من أفضل الكتب اللي أنا كنت قرأتها كان كتاب كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر في الناس للراحل ديل كارنيجي. الحقيقة ديل كارنيجي كان ألف مجموعة كبيرة جدا من الكتب وفاد مجموعة أكبر من الناس، بس للأسف ديل كارنيجي مات منتحر بعد ما أدى مجموعة كبيرة جدا جدا من المهارات للناس إنها تكون سعيدة، بس هو نفسه ما كانش سعيد. روبن ويليامز كان بيظهر على الشاشة عشان الناس كلها تكون مبسوطة، ضحك الملايين وبسط الناس وبعدين انتحر. ان لو تخيلنا ان انا اديتك عربية فيها كل الامكانيات اللي انت ممكن تتخيليها وقلت لك اتفضلي، وانت علاقتك بالسواقة علاقة تقليدية، سوقت العربية زي ما بتسوي اي حاجة تانية في الدنيا، الطبيعي ان انت هتحاولي تكتشفي هذه العربية، هتحاولي تكتشفيها. وقانون الاكتشاف من اهم بنود الاتلاف، وانا بكتشف باتلف. يعني انا معايا اندرويد فون وما اعرفش اي حاجه فيه غير ان انا برد واقفل، بستمتع بايه؟ ولا حاجه. بقى ان انا معايا اندرويد فون من ان انا معايا تليفون عادي تقليدي ما فرقتش. لو انا عرفت ايه الامكانيات دي ببدا استمتع. اول علم النفس ده الناس بتعرفه فيما مضى من عصور ان هو العلم اللي بيدرس السلوك الانساني، كل سلوكيات البشر، علشان يقدر يحدد السلوك ده نابع من ايه، يفسره ثم يتحكم فيه ثم يتنبأ بسلوكياته. اقترحت يعني تعريف تاني اجرائي لعلم النفس مني انا، وبحاول دلوقتي انشره في كل الدول عشان الناس تعي جدا وتستفيد منه اكتر. ان علم النفس هو العلم اللي بيخليك تدرك مدى نجاحك وسعادتك او مدى شقائك وتعاستك بقدر معرفتك اللي غيرك ما يعرفوش. تمام. ببساطه شديده ان انا بخليك تعرفي مجموعه حاجات، لما تعرفيها حياتك هتتغير. اغلب الناس يا ماها لو بصينا عليهم في حياتنا هتلاقيهم بيقولوا كلام لطيف قوي، اما ان انا مش عارف انجح، او ان انا نجحت بس انا مش مبسوط، او ان انا مش كفء لان انا انجح. اغلب الناس لما بتيجي تساليها اغلب الناس لما بتيجي تساليها ازيك عامل ايه ايه الاخبار، يقول لك انا مش قادر احقق ده، انا مش عارف ابقى مبسوط. يا اما معايا حاجات تبسطني بس انا مش عارف استمتع بيها، يا اما انا معيش حاجه خالص ففقد الامل في ان انا يبقى معايا حاجه تبسطني. جزء قليل كده من الناس بتلاقيهم دايما مبسوطين حتى لما بتحصل لهم مشاكل، ما يقولكيش انا عندي مشكله، يقولك انا عندي تحدي عدي والدنيا ماشيه وبينجح ومبسوط وبيبسط نفسه وبيبسط اللي حواليه. المجموعه دي من الناس ايه اللي ميزها عن معظم الناس زي ما انت ذكرتي؟ ان هم فهموا ذواتهم. يمكن في السر اللي جاي ان شاء الله لما نتكلم عن فهم الاخر ده هيكمل الكلام اللي بنقوله النهارده. تمام. بصي خلينا عشان نفهم نفسنا كويس واقولك ازاي تقدري تبقي سعيده وايه اللي بيخلي معظم الناس مش سعداء، نفهم الاول هو يعني ايه نفس دي وماشيه ازاي. تمام. بصي بس انا عايز الناس كده تركز معانا بالراحه عشان هم هيسمعوا كلام لاول مره بيسمعوه. طيب. ولكن ان شاء الله يبقى بيفرق في حياتهم والاول مره يغير حياتهم اكثر مما توقع. اتفضل. احنا عندنا النفس البشريه دي ما يعني مش لوحدها، النفس دي في قبلها جسد وفي بعدها روح. بمعنى الانسان بيتكون من جسد ثم نفس ثم روح. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشر من طين، أدي الجسد، فإذا ما سويته حطيت له نفس ونفخت فيه من روحي بقاله روح فقعوا له ساجدين. سر سجود الملائكة للبشر لآدم وتكريم بني آدم على سائر المخلوقات إنه في نفخة من روح الرحمن اللي هي اسمها إيه؟ الروح. طيب الجسد بيموت ويمرض، النفس بتمرض وتموت، الروح لا تموت. لذلك تلاقي يقول لك ايه، فلان ده طلع روحي، فلان ده كلامه من غير روح، فلان ده كلامه ميت. يعني ايه؟ يعني مش واصل لي، مش حاسس بيه. يقول لك فلان ده انا بشوفه قدامي مبتسم انا بطمن، انا بشوف صورته بهدى، انا بسمع صوته بفرح، فلان ده يخش المكان يطفي عليه كده حاله من الهدوء والبهجه. دي اللي احنا بنسميها ايه؟ الروح. لذلك سمي قديما انه علم النفس وما جبناش سيره الروح دي خالص.
لان الروح امر كان محظور ان الناس تتكلم فيه. ويسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي. طيب تمام، النفس دي بقى انا بتحكم فيها ازاي؟ وهي ليها انواع طبعا، ليها انواع. خلينا نقول لك ثلاث انواع رئيسيه من النفوس. الناس وهي بتسمعنا هتبدا تصنف نفسها تلقائيا، عشان واحنا بنقول لك علاجها تعالج نفسك بنفسك. احنا قلنا الاول ان احنا عندنا جسد وعندنا نفس وعندنا روح. ببساطه شديده، موبايلك يا مها لو مسكتيه في ايدك كده، ده جسم الموبايل، هو ده الجسد. تمام. الموبايل ده بدون شريحه، بدون سيم كارد جواه، ما يبقاش موبايل، يبقى اي حاجه تانية، يبقى ده للجيمز مثلا. طيب سميناه موبايل لان في شريحه. تمام. ده جسد والشريحه هي النفس. النفس. طيب انا جبت الموبايل وفي شريحه بس ما فيهوش شحن، مش مشحون، يبقى ميت. فبحطه في الشاحن عشان اقدر استخدمه. الشحن ده الروح. هو الروح. فالانسان مكون من جسد اللي هو الجسم، ونفس هو اللي هي الشريحه، وروح اللي هي الشحن. تمام. مشحونين بروح من الرحمن. الروح دي بتقل بالتدريج. تمام. بتقل ازاي؟ لو جبت منديل ابيض ناعم الملمس طيب الريح، احنا مخلوقين كده، مع استخدام هذا المنديل نعومته بتقل، النعومه بتاعه المنديل ده بتقل، والريحه بتاعته بتروح، والبياض بتاعه برضو بيقل. انت مطالب من وقت للتاني انك تعيد تهيئه هذا المنديل، ان انت تشحن روحانياتك من اول وجديد، لان شحن الروح هو اللي بيدب النفس في الجسد بدون مرض. الشريحه دي هي نفسك، الشحن بتاعه ده هو روحك. تمام. الامراض بتيجي فين؟ بتيجي في الاولى والثانيه، في نفسك وفي جسدك. طيب في الروح، الروح دي احنا لما بنشحنها، ولما زي ما عملنا المديتيشن في الحلقه اللي فاتت، ده شحن للروح. المديتيشن ان انا بقوي روحانياتي من اول وجديد، فبتغلب على النفس. طب هي النفس دي يعني مهمه قوي ان انا اتغلب عليها؟ اه طبعا مهمه. ده ربنا لما اتكلم عن حاجه مهمه يا مها سبقها بقسم. لما اتكلم عن حاجه اكثر اهميه سبقها بقسمين، ثلاثه اكثر، اربعه اكثر. لما جيت اتكلم عن النفس كانت الشيء الوحيد اللي سبقه ب 11 قسم. ما حصلش في القران 114 سوره ان ربنا اتكلم عن حاجه وسبقها ب 114 قسم. والشمس وضحاها الى اخر الايات، ونفس وما سواها. طيب الهمها ايه؟ فجورها. يعني قدم الفجور على التقوى. اذا الاصل في النفس انها تبقى ضدك مش معاك. طيب. هو انت احسن ولا سيدنا ابو بكر؟ طبعا ابو بكر ايمانه وزن بايمان امه. يقول اني بليت المضارع بتاع البلاء باربع، ابليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف الخلاص وكلهم اعدائي. اول نوع من انواع النفس هي النفس الاماره بالسوء. ده البيزك بقى، الاماره بالسوء. احنا هنقول لك وردوا في الدين ازاي وربطتهم ازاي بعلم النفس الحديث. تمام. النفس الاماره بالسوء هي النفس اللي فيها كل الشهوات والرغبات. وبعدين خدي بالك ان ربنا ما قالش في النفس انها اماره بالحسنى، وما ابرئ نفسي ان النفس لاماره بالسوء، على لسان امراه العزيز في سوره يوسف. طيب يعني ايه؟ يعني الاصل في النفس انها تقول لك حاجه وحشه. ايه ده يعني انا تفطن لكده؟ تفطن لكده، ما هو ربنا اللي بيقول لك كده مش انا، بس انا هقول لك ازاي دلوقتي تروضها وتبقى هي معاك مش ضدك. بقى البيزك بتاعنا النفس الاماره بالسوء. النوع الثاني لما بترتقي اسمها النفس اللوامة. وده من أخطر أنواع النفوس، لذلك ربنا أقسم بيها، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. تلاقي الشخص كده وهو سرحان، إيه ما ترد عليا، مالك يا أستاذ أحمد سرحان كده ليه؟ أخش على أحمد صقر ألاقيه سرحان كده، مالك يا عم تشايل نفسك ليه كده؟ والله يا دكتور أصل أنا حاسس إن أنا امبارح ما عملتش اللي كان المفروض. ده لوم. طيب انا حاسس ان انا امبارح لما عملت كذا كان المفروض اعمله احسن. بلوم. هو يفضل في حاله تانيب لذاته وتذنب. يعني ايه تذنب؟ يعني اختلاق الشعور بالذنب. فلانه ماتت، انا ما عملتش اللي عليا، انا ما رحتش زورتها، انا ما وقفتش جنبها، فلان مرض، انا ما كان ممكن اساعده، كان ممكن اعمل اي حاجه. هو شايف نفسه لو عمل حاجه كويسه. يعني تقولي له احد الناس مثلا شفتهم، انا جاي لك عشان انا انسان فاشل، تقول يا اهلا وسهلا والله انا بحب الفشل يا اخي، قول لي بقى انت عامل ايه؟ قال لي انا ابدا، انا مخلص كليه ومعايا ماجستير في الاداره وبعمل دكتوراه.
قلت له ياه ده انت راجل فاشل والله، فاشل جدا، خلصت الماجستير وبتعمل دكتوراه وحاجه كويسه ورايح واخد ميعاد من دكتور وحاجه كده. النوع الثالث من النفوس هو النفس المطمئنه. النفس المطمئنه، ودي النفس اللي بتقدر توزن ما بين الدرجه الاولى والثانيه. اغلب الناس غير السعداء، مش السعداء ليه؟ لان عندهم صراع دائم ما بين النفس الأمارة بالسوء والنفس اللوامة. يعني يجي يعمل ذنب في حياته يفضل أسير هذا الذنب لمدة 10 أيام، بعدين يكتئب فيخرج من حالة الاكتئاب بذنب تاني، فدي نفس أمارة بالسوء، فيرجع يلوم نفسه، دي نفس لوامة، وهكذا، ويفضل في هذه العراك. بسميه عراك نفسي. يعني ايه عراك؟ ما بين النفسين دول كل الناس عندها خصال من الأنفس الثلاثة: نفس أمارة بالسوء بتاعت مشاكل، نفس لوامة بتنكد عليك، النفس المطمئنة.